حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بك في نشرة الثالثة دكتور. هل توضح لنا أهمية هذه الزيارة والتعاون مع معهد جاكسون للشؤون العالمية؟ مساء الخير. طبعا هاي الزيارة الثانية لجامعة ييل، أكبر وأهم جامعات في البحوث في الولايات المتحدة، حيث زارت نفس عدد من الطلبة والباحثين العام الماضي، وشاهدوا خلال زيارتهم خلال الأسبوع تطورات خلال السنة اللي فاتت، وتطورات علمية وبحثية في مجال الذكاء الاصطناعي تقريبا من حلول العالمية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. نعم. طبعا كانت هناك إشادة بدور البحرين في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاح أن هناك صورة متكاملة مهيئة لتكون بحرين مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي من تواجد الباحثين وطلبة والجامعين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم إشادة أيضا بعلاقات وطيدة بين الولايات المتحدة والبحرين، أيضا مشاركتنا في مبادرات وزارة الخارجية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، وتم أيضا بحث في مجالات التعاون والبحوث في الذكاء الاصطناعي في عدة قطاع، منهم الصناعة والمالية وأدوات الحكومية. نعم. سوف يتم هالزيارة بتطورات أخرى بإذن الله في المستقبل وتطوير العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي والبحوث. نعم. إذن الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.